النادي هذه اللي تكون في سنة 2024 نادي جديد، نادي اللي عنده أهداف ديالو رياضية محدة، ما عنده شي أهداف أخرى من غير أنه يطور الشباب الرياضية، يطور الشباب ديال الساكنة ديال التقدم، الساكنة ديال التقدم اللي تتعرف أحياء شعبية محدة. هذا هو الأهداف ديالنا، أننا نعطيه واحد الإشعاع كبير، ولما لا أننا نلتقيو مع الأندية الصفوة، الأندية اللي مثلا الأندية الكبار، وهذا هما الأهداف ديالنا. عندنا أهداف ديالنا هذا العام هذا أننا نكونوا الأطر الصغرى، والعام الجاي إن شاء الله تنطمحوا أننا ندخلوا العصبة، أننا العصبة تحت لواء الجامعة الرياضية. هذا هما الأهداف ديالنا. الحمد لله واحد الإقبال كبير، لأن احنا العام اللي فات كانت عندنا جمعية، وهذه الجمعيه هذه منين شفنا عندنا واحد الاقبال، ان عندنا اطر الحمد لله اللي عندها كفاءه عاليه، اننا طلبونا الاخوان اننا نكونوا نادي اللي يكون حتى هو كبير، نادي اللي ينافس في مدينه الرباط. اليوم بالنسبه لنا يوم تاريخي، يعني كنحتفلوا بالتاسيس ديال النادي، وكذلك بالافتتاح الموسم الكروي الجديد ديال 2024 2025. هذا النادي اللي خدمنا عليه تقريبا اكثر من سنه باش ان يخرج للوجود، وكان كنشكروا جميع الناس اللي ساهموا من قريب او من بعيد باش يخرج هذا النادي للوجود، يعني السلطات المحليه، الاباء تاهما كذلك اللي كنشكرهم انهم وضعوا الثقه فينا باش انه يجيبوا ولادهم عندنا، ان شاء الله نحاول ما نخيبوش الظن ديالهم. يعني كنشكروا الراعي الرسمي ديالنا اللي كنشكر انه سام معنا ماديا ومعنويا باش انه النادي يخرج الوجود، وكنتمنوا انه الامور ديالنا تدوز بخير وعلى خير، وان شاء الله حتى حنا نكون من بين انديه الصفوه اللي كتلعب على الالقاب ان شاء الله في المستقبل. انا ماما تمريا المغربي، جبت ولدي سجلته هنا في النادي. احنا فرحانين بان ولا عندنا نادي هنا في تقدم ولا حسب حي النهضه، وكنتمنوا لهم التوفيق. لا هو اللي من طبيعه الحال من قطر ولا الدراري كاع ولاو باغيين الكره، طبيعه الحال من هذيك الوقيته هو باغي يلعب الكره، وصافي جبنا سجلنا هنا عند سي عبد الاله.